اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. التعاون بين موسكو وتل ابيب يظهر على السطح، تعاون عسكري مباشر وبمقنبلات هجوميه اليوم انطلاقا من موسكو، ولاربع ساعات تكون في تل ابيب لاسبوعين كاملين. هناك رحلات بين اللاذقيه وما بين بن غوريون في المطار نفسه. سنجد أن هناك أكثر من صورة اليوم رسالة مباشرة إلى أن التعاون على صعيد المقنبلات الاستراتيجية بين إسرائيل وما بين روسيا ضد أردوغان هذا خطير جدا، لأن روسيا ترسل الرسالة بأنك إن اقتربت بشكل كبير وقمت باتفاق استراتيجي بينك وبين أوكرانيا، رومانيا، بولونيا، فهناك الرد الذي يجب أن ينتظر. روسيا مع إسرائيل ببساطة هي هذه اللعبة، فقد تجاوزت موسكو وحرقت ورقة إيران بشكل نهائي، مهم بالنسبة إليها قهر تركيا وليس شيئا آخر. اللعبة اليوم تجاه أنقرة، الاستهداف تجاه أنقرة، وهذا ما اتضح حيث أظهرت موسكو وتل أبيب مدى تعاونهما على صعيد استراتيجي يمكن أن يصل إلى أهداف استراتيجية من داخل تركيا أو في مناطق نفوذها. المسألة لم تتعلق فقط بالأسطول السابع للغواصات في علاقته ب13 سفينة حربية وبارجة روسية، لا يتوقف الأمر عند هذا. اليوم أصبح هناك تصعيد آخر على صعيد المقنبلات الجوية. في هذا الأسبوع حطت الطائرة TU-134 AK التابعة للجيش الروسي في مطار بن غوريون، وشوهدت مرتين في يوم الخميس 29 من أبريل، وأصبحت الصور واضحة أمامكم مباشرة. الصورة التي تظهر فيها TU-134، ولأول مرة تحد طائرة من هذا الطراز في تل أبيب ونحو قاعدة حميميم. الصحفي إيطاي بلومونتان نشر في تويتر خبر الطائرة بعدها في إنيت، وفي التعاون مع نيويورك تايمز توصلت نيويورك تايمز إلى الآن بجميع الصور بشكل مباشر، وننقل لكم إحداثيات طيران TU-134 AK برحلة مباشرة من مطار بن غوريون إلى اللاذقية. الصحفي الإسرائيلي واعتمادا على فلايت رادار 24 أكد على الرحلة من مطار شكالوفسكي قرب موسكو، وبعد طيران من أربع ساعات كانت الطائرة في بن غوريون TU-134 AK تابعة إلى السرب 223 الروسي، وطارت مرارا نحو الداخل السوري وإلى مصر حسب تسريب إسرائيلي تماما. إذا أولا بالنسبة للتيو AK هي التي تعمل على تأسيس محور مصري إسرائيلي روسي في شرق المتوسط ضد تركيا على وجه التحديد، وهذا قبل أن تبدأ المفاوضات ما بين القاهرة وأنقرة، ولا يزال هذا المحور يشتغل. ولذلك فقد دس في الخبر توب كار مباشرة بأن هناك مصر رسالة مباشرة إلى أردوغان بأن مصر موقعها الطبيعي هو إلى جانب روسيا وإلى جانب إسرائيل. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية بالنسبة للمقنبلات الاستراتيجية، فهناك تعاون مباشر على هذا الصعيد، وعندما أكدت مرارا أن كل ما قامت به إسرائيل في قصف الأهداف الإيرانية التي قال عنها ظريف وفي نقل عن جون كيري رفضه ولم يعترف به بأن هناك 200 هدف إيراني ضربته إسرائيل، فهذا يعني مباشرة أن اللعبة ليست في 50 هدفا كما قال التقرير الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية. هناك مضاعفة أكثر، يعني إما أن هناك على رأس كل سنة 50 هدفا، أو أن هناك أهداف أخرى تعرفها أمريكا ولا تعترف بها إسرائيل. إذا هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة
أن هناك سلاح الغواصات بالنسبة للأسطول السابع الإسرائيلي للغواصات، وإلى جانبه بحرا هناك الفرقاطات وكل القطع الحربية 13 والتي تحولت إلى 12 بعد انتقال واحدة من أمور، من فئة أمور باتجاه بورت سودان، فأصبحت 12 الآن. على كل حال، فإن الخارطة اليوم مدروسة بذكاء شديد، وأن الرسائل كانت واضحة بأن إسرائيل وروسيا على نفس الخط ضد قوتين، القوة الإيرانية من جهة والقوة التركية من جهة ثانية. المسألة لا تتعلق أبدا على سوريا بقدر ما سوريا الآن ميدان لهذا الصراع ما بين القوى، قوتين متوسطتين. هناك اليوم إسرائيل وروسيا ضد طهران وضد أنقرة، هذا هو الواقع. فكل الأهداف التي تقصفها إسرائيل بمساعدة روسيا هي ضد إيران، وكل الأهداف الروسية التي ضد تركيا بمساعدة إسرائيل، وهكذا تصبح اللعبة. الكل يضرب عدوه بمساعدته، بمساعدة الشريك، وهذا خطير جدا أمام المربع الذي يعمل الآن، خصوصا وأن الضربات اليوم الموجهة تجاه المعارضة السورية كلها بدون استثناء كلها أتت بتجسس من طرف الروس أولا، وثانيا من طرف الإسرائيليين. المكتب LCD الموجود حاليا في الجولان، والذي يعتمد على ما يسمى بالاعتراض، لاعتراض المكالمات، اعتراض كل شيء ما هو تقني وما هو يتجاوز في تصوره الاتصالات العادية، أيا كانت هذه الاتصالات فهي تحت مراقبة شديدة. ولذلك فالإسرائيلي يسلم معلومات، تسليم المعلومات وتبادل المعلومات بين موسكو وما بين تل أبيب موجودة وبشكل واسع. وهناك أشرنا قبلا إلى تواجد أكثر من عنصر بالنسبة للمخابرات، المخابرات الموساد، والتي كانت تعمل إلى جانب الروس، كانت تعمل إلى جانب الروس وتحت ضمانتهم. ولذلك فما حدث بالنسبة لجرح عنصرين كان بالنسبة لهم صعبا جدا، وقتل واحد. على كل حال، ليس هذا هو موضوعنا اليوم، لأننا أمام تحدي خطير للغاية في المقنبلات. فبالنسبة إلى حدود اللحظة سنجد على أن سلاح المقنبلات الاستراتيجية الذي دخل إلى سوريا من جهة هي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة للتعاون الإسرائيلي الأمريكي الذي انخفض بشكل كبير في إدارة بايدن، رسالة أيضا إلى هؤلاء. بالنسبة لبايدن، هو كما قلنا في فيديو اليوم، هناك رغبة في تحويل المهام إلى الناتو، وفي هذه الحالة فبولونيا، رومانيا، أوكرانيا كلها ستكون في خدمة توجه معين هو شرق أوروبا. وهذا يعني مباشرة أننا أمام ترتيب آخر من داخل الناتو وأوكرانيا من خارجه، الكل يعمل على منظومة واحدة بهذا الخصوص. وهنا يطرح سؤال، لماذا حضور المقنبلات بهذا الشكل واستضافتها من طرف الإسرائيلي لتغطية هذا التواجد على وجه التحديد؟ لأنه أمام الأمريكيين من الصعب جدا على الروس أن يدخلوا مثل هذه المنظومة إلى حميميم، لكن بواسطة الإسرائيليين يمكن إدخالها، وهذا في خدمة تماما الروس، هذا ما يرغب فيه الروس. وبالنسبة للإسرائيليين هم أيضا يرغبون في تسهيلات تقدمها روسيا ضد الأهداف الإيرانية، وتسهيل مهام ضد تركيا أيضا. وهكذا يعمل الإسرائيلي بشكل مكثف على إرسال رسائل إلى كل من الحليف الأمريكي، إلى التركي من جهة، ثم وهذا هو الأهم إلى كل المنطقة، لأن روسيا اليوم هي تساعد إسرائيل في الوصول إلى أهداف إيرانية بشكل سلس،
وهذا الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع لسبب واحد وبسيط، هو أن تغير الخارطة كشف الكثير، كشف معضلة كبيرة أمام ما يمكن اعتباره بأنه اليوم حرب إسرائيلية روسية تخرج منها روسيا بشكل إيجابي في البحر الأبيض المتوسط بعد الحصار الذي وقع في البحر الأسود. قد يقول قائل بأن روسيا لم تفز جوا ولا برا لأنها سحبت قواتها، لكنها أعطت رسائل قوية بالنسبة للقرم. القرم هي تحت الاحتلال أصلا، لذلك فإغلاق المنافذ من عدمها كأننا نقول أو نفسر الماء بالماء، شيء واضح على أن المرافق التي هي اليوم مغلقة في القرم كلها كانت تحت الاحتلال، والإعلام الروسي يحاول ترويج أن هناك مرافق قد أغلقت. لم يغلق أي مرفأ أوكراني إلى الآن، هذا هو الواقع. وهناك انسحاب لكثير، أكثر من 50% من القوات الروسية في القرم، هذا واضح. وهناك سيطرة جوية، لا طائرة تطير في القرم من السلاح، لا كان مقنبلا ولا لم يكن، ليس هناك طائرة واحدة تطير في القرم طائرة روسية لسبب بسيط، وهذا التقسيم الموجود، لنا البحر ولكم الجو والبر وسط، هذا هو تقسيم الكعك كما في لعب الكبار. لعب الكبار ليس بالضرورة كما تفهم معاركنا الصغيرة، هناك لعبة لتقسيم، هناك الضغط للوصول إلى آخر النقطة، ويمكن آنذاك العمل على التفاوض العملياتي كما يسمى في الاستراتيجيات. إذن مهم جدا بالنسبة للرسالة الحالية استعادة روسيا لموقعها في البحر الأبيض المتوسط بعد ما حدث في البحر الأسود انطلاقا من إسرائيل، وإسرائيل فتحت الأبواب لروسيا من أجل دخولها إلى هذه المنطقة. وهذا ما يعني مباشرة أن هناك تفاهم ضد القوتين الإيرانية والتركية في هذه المنطقة، لأن إيران أصبحت تهدد بشكل مباشر بوصول صاروخها إلى 36 كيلومتر فقط من ديمونا، وأيضا بالنسبة لتركيا التي أصبحت أقوى، وهذا ما كان واضحا في دونباس، في حصار دونباس وفي البيرقدار التي طارت بشكل جيد إلى جانب الدرونات البريطانية والأمريكية. والآن هناك درونات أمريكية وبريطانية، وأنا أؤكد على هذه المعلومة بأن هناك درونات تنطلق من قبرص الآن، ونفس ما يحدث في البحر الأسود يحدث الآن في البحر الأبيض، لكن إسرائيل وروسيا قلبتا المعادلة بهذا الاتفاق الذي نكشفه الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.